اليوم أمام مبنى محافظة كركوك وقفة تضامنية مع حقوق ومطالب النسوة بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة. وجددت منظمات المجتمع المدني مطالبتها بإنشاء ملجأ للنساء في محافظة كركوك، مشيرة إلى أن منظمات المجتمع المدني سبق وأن قدمت طلبا بهذا الخصوص قبل فترة. نائب محافظي كركوك ركان سعيد استقبل عددا من منظمات المجتمع المدني أو عددا من ممثلي منظمات المجتمع المدني وتعهد بتلبية طلباتهم. اليوم كتجمع لا للعنف في محافظة كركوك تجمعنا أمام مبنى محافظة كركوك وتضامنا مع الحركة النسوية العالمية، ولدينا عديد من المطالب منها تحرير النساء الأزيديات والتركمان، ونطالب بتشريع قانون العنف الأسري ومشاركة النساء في سلك الشرطة، ونطالب أيضا بتخصيص ميزانية خاصة للنساء للنهوض بواقع المرأة الكركوكية. اليوم هو يوم المرأة العالمي باعتبارنا أكو كثير من العنف ضد المرأة ومطالبنا هي كثيرة باعتبارنا والمرأة هي دائما العنصر الضعيف في المجتمع وتتعرض لكثير من العنف، التحرش الجنسي والعنف الأسري، ومنها النساء المعنفات حاليا اللي متواجدات المخطوفات من الأيزيديات والتركمان في موصل. متطلباتنا كمحافظة كركوك كنساء كركوك أنه يكون عندهم مأوى نساء يقويهم ويأهلهم اجتماعيا ثقافيا صحيا وهذا. في موضوع آخر، جددت رئاسة مقاطعة كوباني مطالبتها